ما شاء الله من جنب اسكيفت عبد الله الجاجي. هذا بيت رفيق العبد الكادر، هذا بيت احمد ابو السعود ابو دعيمس. ما شاء الله، هاي دار سليمان الفتوح. في هذا البيت المغر كانوا دار سليمان الفتوح. وهاي سقيفه المرحوم عبد الله الجاجي. وهذاك دار سليمان العواد اللي عليها التانك، دار سليمان السارة والصابر، دار جميل المنصور. في هذا الحوش، وهان كان دار دهود الحسين، هذيك دار عبد الغفار ولاد عبد الغفار. وأعتقد في هذا البيت كان ساكن محمود أبو مانع. واو، كانت الحارة عامرة بالناس، عامرة بأصحابها، والآن أصبح فيها كم جاجي. هاي دار عبد الله العبد اللطيف. أما البيت المهدوم، أعتقد بكت شريفي هان ساكنة. هلا هيك بننفد على الشارع الرئيسي، شارع العين. ما شاء الله، هذا الحوش اللي كان يضم 7 عائلات ورا مضافة دار أبو ضميدي. هاي دار عبد الكاسم سابقا، وهاي دار الأمين، أمين العبد الله السخل، وهذيك الخضرة الزهرة خضرة دارنا، وهاي دار أم علاج. يا خسارة ما فيه في هالحارة غير أبو ماهر. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف وثلاثمية 28 ولا يا 28 يا 48 هجري. هاي دار العبد الكاسم. وهذاك المزراب القهوة اللي كانت القهوة من غسيل فناجين القهوة ودلاد القهوة، ما كانت الطريق، كانت دائما مبلولة، حتى القناة القهوة ماشي حتى مضافة دار أبو ضميدي تحت. وهلا نبدأ في الطريق إلى دارنا. رحم الله الوالد سعيد عبد القادر اللي عمل هاي كلها درج في الأربعينات أو في أول الخمسينات.
وجاءت بلدية حوارة بدهم يكحلوها، قلعوا عينيها الثنتين، خربوا الطريق وتركوها خربانة زي ما بتشوفوا. هذه للذكرى. مش حاطين هالتاريخ انا، بس محطوط التاريخ عباب العلية انهم مبنية في سنة 1934. الملك لله الواحد القهار. يا الله.